احنا معنا اتصال الان من سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكره القدم ورئيس الاتحاد اتحاد غرب اسيا لكره القدم. صباح الخير سيدي علي. صباح النور، كيف احوالكم؟ الله يسعدك يا ربي، الف مبروك هذا الانجاز الاردني. لا مبروك لكم ومبروك للنجميات، بدعوا في هذه البطوله. يعني اعطيتهم كلمه سر سمو الامير قبل المباراه والنشميات على طول اشتغلوا عليها، شو خبرتهم؟ لا والله السر عندهم من تعبهم وجهودهم وعزيمتهم، هذا السر الوحيد، وما شاء الله عليهم وبارك الله فيهم. والقادم شو بالنسبه لهم؟ هي الصبايا كمان بصبحوا على سمو الامير. تفضل. صباح الخير. يعني الله يبارك فيهم وهي ميسة وهي موجودين. يعني أعتقد أهم شيء طبعا البطولة جت بوقت مناسب وعليهم الآن تصفيات كأس العالم. صحيح. وإن شاء الله يكونوا أول منتخب يشاركوا في نهايات كأس العالم. وكل الأردنيين جميعا. صحيح. من جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد وكلنا جميعا وراهم، فإن شاء الله نتأمل كل خير. محاربتكم سمو الأمير دائما للرياضة النسوية والرياضة بشكل عام بالمحافل العالمية دائما، هاي اليوم عم بنشوف الإنجازات متتالية، دوري نسوي، عم بنشوف دوريات بكافة الرياضات النسوية، شو بتحكي لنا عن هاي الإنجازات النسوية الكبيرة اللي عم بتصير كمان بأردننا الحبيب؟ والله الانجازات طبعا تيجي من البنات بالاساس، مو هذا منذ فتره، يعني هم الاساس بالنسبه لنا وايضا من اهاليهم، واحنا كاتحاد طبعا بنحاول ندعم، وايضا في صعوبات بالنسبه لهم، بس مع كل ذلك قادرين انهم يفعلوا اللي بيعملوها، وان شاء الله دائما وابدا يرفعوا راسنا، وهذا شيء طيب وشيء جميل للاردن وايضا كمنطقتنا، وهذا البطوله العربيه الحمد لله كانت ناجحه وان شاء الله يستمر في المستقبل ان شاء الله. سمو الامير وهي الرائعات والنشميات حابين كمان يتحدثوا مع حضرتك ويصبحوا عليك. يلا تفضلوا. صباح الخير سمو. الحمد لله. فرحانين وتعبانين من الوصول والاستقبال الحافل كمان اللي صار. لا كنا حابين نكون معهم يا ريت امس، بس ولكن بعدين ميسا. نعم. انت وآية ديروا بالكم، خلص اليوم اخر يوم احتفالات. التدريب ببلش من بكره. ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد. لا بس الله يعطيكم العافيه جميعا. والكل وراكم وبيض وجهنا وابدعكم. سمو الامير طلب هذا الكاس اهداء لك على تعبك معنا طول الفتره الماضيه. لا اعوذ بالله، هذا لكم يعني ولاهاليكم، واظن اهاليكم هم اللي تعبوا. وبعدين ميسا مبروك. الله يبارك فيك. يعني انت من اكبر هدافين العالم الان. الحمد لله. الحمد لله. يا الله. سمو الامير بس طلب اخير. تفضل. حابين هيك مقابلة خاصة مع سموك تصبح فيها على القناة الرياضية وعلى مشاهدين ومحبين الرياضة بأقرب وقت. يلا إن شاء الله. إن شاء الله. ما في. هذا وعد. إن شاء الله. شكرا سمو الله الأمير. يعطيكم العافية جميعا. الله يعطيك العافية. مبروكين. الله يعافيك. كل شكر إذن سمو الأمير علي بن الحسين.